هند غلبانه وملهاش حد دلوقتي بعد ربنا الا انت يا حجاج، وغلاوتي عندك تخلي بالك مني، واهو تاخد بايد مبروكه برضه في شغل البيت. حاضر يا حبيبتي، انت تأمريني، عينيا الاتنين، ولو اني شايف ان البنت دي شكلها كده مش بتاعه شغل بتاتا، بس عينيا ليكي، عينيا ليكي والكل اللي يلزموكي. تسلم لي يا حجوجتي. ووصي البت مبروكه ما تشدش عليها الا البت تطفش، محدش عارف البنيه ممكن يجرالها ايه في الزمن الاخضر اللي احنا عايشين فيه ده. حاضر حاضر يا حبيبتي. انا مش فاهمه برضه يا رولا ليه مازن بعتك، هو هيكون عيان ولا حاجه؟ لا خالص، مازن كويس جدا، بس انا كنت فاكره، انت عارفه انا جايه ليه. سافر برضه، سافر، كل حاجة هتفضل زي ما هي بالظبط، وأنا مكانه تحت أمرك في اللي أنت عايزاه. أنا مش عايزة أي حاجة، أنا عايزة ابني، مش كفاية اتحرمت من حريتي؟ هتحرم كمان من ابني؟ هعيش وهعجز هنا وهو بعيد عني. ولا هتعجزي ولا حاجة، خلاص حضرتك هتخرجي قريب. مش هخرج قريب ولا زفت، مش هيخرجوني قبل ما تلمس 60، حتى لو قضيت مدتي مش هيخرجوني قبل ما تلمس 60، يعني هموت قبل ما اشوف ابني تاني. لا بعد الشهر ما تقوليش كده يا حبيبتي. تيمور ما جاش معاكي المره دي كمان ليه؟ هو مشغول شويه يا مامي. بس بقول لك ايه، هو مستعر يجيلي في السجن ولا ايه؟ ايه يا مامي اللي انت بتقوليه ده، مستعر ايه بس؟ هو في دبي ولما يرجع اكيد هيجي يزورك. اطلعي له بحجه زي كل مره. مامي عشان خاطري ما تفكريش كده، انت عارفه ان هو مش قصده، وبعدين انا كنت جايه عشان اقولك خبر حلو يفرحك، عايزه تسمعيه؟ انا قررت خلاص ان انا اتبنى ابن صاحبتك. هي اسمها ايه؟ اسمها غاليه، بس مع الاسف الولد مات. يلا طيب يا حبيبتي، اشوف وشك بخير بقى، وطمني خالص. هنادي هشيلها في عينيا، طالما غاليه عليكي بالشكل ده يبقى لازم اشيلها في عيونك. جوز تسلم يا حبيبي. مع الف سلامه يا حبيبي. مع السلامه، ربنا يبارك لي فيك. الف سلامه. الله يسلمك، انا وحشني والله العظيم، انت وحشني. يلا الف سلامه. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامه يا اخويا. ربنا يسلمك. الف سلامه. الله يسلمك. يلا يا حاجه اتحركي. يلا يا جماعه، يلا يا حاج. سلامة يا حاج. مع السلامة يا حبيبتي. خدي يا وليه انت وهي، شيلي، خدي شيلي، امسكي. والنبي السجن هيفضى علينا من غيرك يا فيفي. هو اني مش، ما انا قاعدة على قلبكم يومين كمان. البكر ده متهربد قوي يا فيفي، هتاخديه معاكي؟ البكر ده سليم وشغال، بس مش خساره فيكي، خدي دول. هتخشين هيبتها، لا مين الظباطه من بعدك؟ سايبه لكم الفراولايه بتاعه العنبر، الست زينات اللي بتزوق البنات، ولو انها سايقه التقل ولا جت سلمت عليا ولا حاجه من ساعه ما رجعت، بس بقت براويه قوي البت دي يا فيفي. اهو كل واحد يعمل بأصله. طول عمرك أصيلة يا فيفي. خدي حلال عليكي، ياكش تفتكريني بالطيب. بت يا زناد، مالك يا بت؟ مالك؟ كبدي بيتقطع. حد ينده أبلة سامية أوام. مالك يا بت؟ يلا. في إيه يا فيفي؟ مالك يا بت يا زناد؟ ها؟ تعبانة قوي. إيه؟ حاسة بإيه؟ وهيكون ازاي ده يا بت؟ طب ما تفردي ظهرك كده. طيب افرضي ظهرك مش قادره ليه كده؟ هي من بدري كده يا فيفي قطع النفس ليه كده؟ ان شاء الله تروحي للدكتور دلوقتي تقولي له افرضي ظهرك شويه. طيب قومي يا شفيقه. اديني اي حاجه يا دكتور تسكت لي الوجع ده. حاضر تمام. تعالي بس اقعدي الاول. انا بس عايز اعرف حاجه، انت عملت العمليه دي ليه؟ عشان كركبتي وجعاني قوي. ده انا تنيت الف على الدكاتره على كعوب رجليا لحد ما رجليا حفيت، وفي الاخر عثرت على دكتوره بنت حلال شالت لي الحصاوي دي والمجان وقالت لي خلاص. خلاص ايه؟ خلاص مفيش وجع، بس مش عارفه ايه وجع رجعك تاني كده. ايه الهزار ده؟ دكتور تيجي وفين؟ في مستشفى خاص بس كبيره قوي زي الفنادق كده ال7 نجوم. طيب بصي، هو انا شاكك في حاجه كده من الكشف، بس يعني نعمل سونار وبعد كده نتاكد. شاكك في ايه يا دكتور خير؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منها لله منها لله. خدت كليتي. أنا عارفة يا أختي خدتها تعمل بيها إيه؟ دي مش محتاجة فلوس، دي حملتها لي بالمجان بإيدها. شوف رحمانة يا فيفي، بإيدها شوف رحمانة. عندك الكلية التانية، بكرة تقومي وتبقي زي الفل وترجعي زينات. زينات اللي بتسوق البنات. مفيش حاجة بترجع يا فيفي. العاية ما بياكل في جتة الواحدة فينا بيلبت في قلبها. يسيبها جتة مش ناقصها إلا القبر. حسبي الله ونعم الوكيل. ترجعي. انت مش عندك الكليه التانيه. انا اعرف واحد عاش بكليه واحده 30 سنه. دي لو سليمه سليمه. استغفري ربنا، مش غيره. عوضك على الله يا زينات. ونعم بالله، مليش غيره مليش غيره. اتأخرتي كده ليه يا ليلى؟ اسكتي يا ماما، ده انا ما كنتش هرجع البيت خالص، ما كنتش هتشوفيني ابدا. يا ساتر يا رب، بعد الشر ليه؟ اصلا جمال قوي يا عمر. لطاف لطاف. انت ما بتحبش الافلام القديمه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا بحب كل حاجه قديمه، عشان كده احنا متصاحبين. جدو تيتا قاعدين معانا ولا ايه؟ فاكر لما كنت قاعده بغني لك سوق قاعده؟ يا دليل في العربيه قديمه بقى. ايه يا عيني؟ ايه ده دليل؟ رد عليا وقولي لي ايه ده؟ ايه النص ده؟ انتوا جايبينها انت ايه بتجيبي شغالاتك من الفور سيزون ولا ايه يا حبيبي؟ ايه عاجباك؟ شغاله ايه يا عم؟ ده احنا اللي شغالين. الفها لك فوره ولا ايه؟ الفها لي. لو على اللف الفها لي بصراحه ابقى مبسوط جدا. مش دي البلوزه بتاعتك يا دليله؟ اهي. فكوا بقى من نفسنا بقى اللي انتوا فيها دي، في ايه؟ ايه تحب نلبسك ولا دي اللي بقويا؟ قويا؟ طب قومي كده البسي قويا وتعالي شوفي هتبقي عامله ازاي. عمر اتلم بجد، يعني مش مكسوفين من نفسكم. شكلكم والله شكلكم انتوا اللي بتشتغلوا عندها على فكره. ربنا يسترك يا رب. رضا انت مش مردانه يا حبيبتي؟ ده الجو حر جوه علاوله. برضه علاوله؟ علاوله. رضا بقول لك ايه، ممكن تجيبي لي معاكي بس سكر؟ ما السكر موجود يا عمر. لا انا عايز السكر اللي هو الصغير المربعات ده، بيبقى حلو كده. من عينيا حاضر. كام مربع بقى كده؟ بقول لك ايه، بتقول لك الجو حر علاوله. علاوله مكاوي. ايه خالص ده صاحبك؟ نعم. دولي بقول لك ايه؟ خير. انا عايز اتكلم معاك. انا راجل محترم. ايه؟ تستهدي بالله كده وادخلي جوه كده، سرحي شعرك شويه. اسرح ايه؟ شعرك كده هزبيه شويه من هنا كده. اسرح شعري؟ من امتى وانت بتحبي شعري مسحلل؟ مسحلل بحبه. ادخلي سحلليه، ادخلي والله تسحللي وتعالي وشوفي انا هبقى معاكي عامل ازاي. هبقى حاجه ثانيه خالص. شفتي اهي الكيكه جت اهي، الكيكه جت اهي. ربنا يسترك يا بنتي. في ايه مالك؟ بلاش النفسانه بتاعت البنات دي. في ايه؟ عشان شغاله يعني؟ لا حبوها، حبوا الناس، ما فيهاش حاجه. كان ممكن ربنا يطلعك على فكره شغاله زي القمر كده. خلاص اوفر قوي بقى اللي انت فيه. اوفر على فكره، انت لو ما سكتش مش عارفه انا هعمل كله بيتفرجوا على فيلم، هنقفش بقى ودراما وقفش وكده. حاجم انا بجهز لبنتي ليلى، والبنت لما تكون وحيده بتطلع فيها قوي. هي وحيده؟ كفايه. في ايه يا بنتي؟ انت هتغيري منها ولا ايه؟ دي في الاول وفي الاخر شغاله. طب والله كويس ان انت عارف انها شغاله. خلاص يا دليله دي رضا يعني. اتفرجي اتفرجي اتفرجي، افلام اهي عربي ابيض واسود ودراما بقى ونكد، ها، وحاجات جميله من اللي بتحبوها. اتفرجي. كمال الشناوي. طب اهو شوفي، بصي الشغالات، بصي الشغالات زمان كانوا حلوين ازاي. والله دي علامه على فكره. يا عمر بطل استفزاز. على فكره مش مستفز، بتكلم بجد والله. قابل حلوه قوي. يعني عايز نعمل لك شغاله يعني؟ ادخلي اعملي شغاله والله. طب اعملي لي شغاله والله، والله حلوه قوي يعني الادب. طب ادخلي والله تقمصي دور شغاله سمرة كده زي القمر كده، وشوفي انا هبقى معاك. عمر ما تستفزنيش تاني. مين بقى الشغاله دي؟ اللي عامله دور هايل على فكره. بصي 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 بتمسح ازاي؟ يعني المسح ده بتاع زمان مختلف جدا، ده المسح الجميل. خلاص لا معلش معلش، محدش محدش يعاشر. رضا ايوه لو سمحت ادعي الزوج دي. هو انت مش شديتيها عليا؟ معلش غيرت رايي، عايزه اديها لواحده صاحبتي. تأمريني باي حاجه تانية؟ يبقى حطي حاجه على شعرك، شعرك كله واقع في الكيك. حاضر. اي اوامر تانية؟ لا. هتفضلي بص في الارض كده كتير؟ طب انا عاوز اشوف عينيكي، ما تحرمنيش منهم تاني بقى عشان خاطري. ايه في ايه؟ بتبصي يمين وشمال ليه؟ اصل انا بصراحه خايفه احسن حد يشوفنا. طب ما يشوفونا، احنا بنعمل حاجه غلط؟ يا نهار ابيض، ده لو اي حد من الجيران لمحني هتبقى مصيبه. هو لسه في الدنيا الجو القديم ده؟ في بابا انت شكله صعب قوي. ما عندكش فكره، ده بالعافيه رضي دخلني تجاره مع اني كنت جايبه مجموع عالي قوي في الدبلوم. قال لي لو هتدخلي جامعه يبقى انتساب. تخيل. يا نهار، وعلى كده ليكي خد صبيان ولا كفايه علينا السيد الوالد؟ لا ما تخافش، انا عندي بس اختين صغيرين بموت فيهم. وحلوين زي كده؟ امارات. ايه ده يا خبر، انا اتاخرت قوي. احنا لسه قعدنا؟ لا لا ما ينفعش يا حامد، انت عايز ابويا طين عيشتي؟ انا لازم امشي. طب استنى اركبك. لا 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 احسن حد يشوفني. هوصلك. لا لا يلا سلام. سلام سلام. ايه يا باشا، ايه رايك في الصور بقى؟ ايه رايك في الموديلات؟ اتنين واربعة ماشي، بس ايه رأيك في 5 و7؟ معقولة؟ غريبة، مع ان الطلب عليهم كتير قوي. بس كده الطلبية مش جايبة همها، مش جايبة حتى حق التغليف والشحن. انا رأيي انك تجرب 5 على ضمانتي. العباية دي لو لبستها مرة مش هتقلعها تاني. ماشي يا باشا. حاضر. سلام. وكنت انت تحققيهولي. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. بحراره سايحه. سايحه ده ايه؟ دي سايحه ومسلهبه زيك كده بالظبط. يا عسل انت يا سكر يا اختي. الواحد ريقه نشف من شغل المحليات. طب خلاص يا اختي خلاص، وفري مجهودك وطاقتك العظيمه دي للشغل. انت لسه قدامك سفر وشغل يا اختي. طاقه قله تتوفر. بسم الله ما شاء الله، ده العرض مستمر. جرايه شموسه. جرى ايه؟ انت نسيتيني ولا ايه؟ والله وحق من سواكي وعجنك، لا ارفع راسك فوق يا اختي واطول برقبتك السما، هخليكي تنتشر في وسط الخليج العربي كله وهتشوفي. ماشي ماشي يا اختي، بس اعملي حسابك اني زقيتك فوق الحسبه بالعافيه، لولا كده ما كانش حد طلبك. والمره الجايه بقى انت وشطارتك، يا تطلبي تاني يا ايه يا اختي. يا تطلب تاني يا ايه؟ هتطلب ان شاء الله وهتشوفي. جرى ايه يا شموسه؟ انت نسيتي ولا ايه؟ كنت انت يا اختي شمس النهار، انا قمر الليل. الليل واخره وحياتك وحياتك يا اختي. ما تقلقي، ولا عايزه الفرق يلعب في عبك، مش هخليهم يسلوني. بس بقولك ايه، البت نجوى ملهاش حاجه. ايه ده؟ هو جرى ايه؟ تاتا تاتا. وان كان حبيبك فاتحها سبيل ما تحفش وارضى بالقليل. ماشي يا جميل، ماشي. اتغيرتي يا دلال، بقيتي معلمة، اتعلمتي الدرس وتفوقتي عن نفسك. برافو، بقيتي يا بنت فشر أنصاف في زمانها. أنصاف ده ايه؟ دي كانت بتصفرنا السندلاوين بالعافية. لكن انت عطاءه. ما احنا خلاص يا اختي في عصر الفضائيات، عصر المحليات ده خلاص خلص. فين ايام شمس اللي كانت بتتكسف من ضلها؟ اهي راحت مطرح ما راحت. بقولك ايه يا اختي، راحت في 60 داهيه. مع السلامه. انت صح، انت بتعملي الواجب والصح. بنت الاصول وبنت البلد بتعمل زيك كده بالظبط، ما بتنكرش الجميل وبتحابي كده على اخواتها. بوسه على الله يتمر. انت مش دلال، انت احلى كلام يتقال. عارفه أنا كمان عيالي راحوا عند ربنا، وأمي كمان. أنا اللي وصلتهم بإيدي. أنتِ زعلانة ليه؟ ده سلوى وكريم دلوقتي في مكان نضيف، أنا بشوفهم على طول. سلوى وكريم عيالي، زمانهم بيلعبوا مع ابنك دلوقتي. اكلهم نظيف، عايشين في مكان كله ناس حلوه، مفيش حد وحش خالص، مفيش اي تلوث، كل الاكل زي الفل. العيال كده، العيال فرحانين وبيضحكوا. عندهم جناحه بيضه، لبسهم نظيف، مش خايفين خالص. مش فاهمه انت زعلانه ليه؟ طب ده انا ما اطمنتش عليهم غير لما موتتهم. في الجنه، في الجنه حتى الموت بيموت. مفيش حاجه وحشه هناك صدقيني، كل الحاجات الوحشه هنا. اللي بيموت ما بيتعذبش. احنا بس اللي بنتعذب. يلا يا دلال، انت معاك طياره. يا لهوي، ده انت منين؟ طياره تقول لي رايحه مشوار الاول. ما انت لو تفصل شويه انا هنجز بسرعه. طب يلا بسرعه يا دلال. ايوه يا حامد، انت ازاي تكلمني دلوقتي؟ ده بابا هنا. مش انا قايله لك ما تكلمنيش بالليل ابدا؟ اه ممكن تكلمني الصبح. لا بلاش بكره، اصل بكره مسافرين. اه رايحين البلد كلنا وهنبقى متجمعين وكده، فمش هعرف ارد عليك. خلاص انا هكلمك لما ارجع. ماشي يا حامد؟ آه طب اقفل دلوقتي عشان بابا جاي. بابا جاي، يلا اقفل. باي. ما يلا يا بنت. خلاص اهو. جايه حالا. خلاص يا دلال يلا. الله اجمدي امك. ربنا اختاره يا غاليه وانت مؤمنه بالله يا حبيبتي. غاليه جت اهي. لا حول الله. عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ ايه ده عندك يا غاليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شد حيلك يا غاليه، شد حيلك يا رب. حبيبتي يا بنتي، بقى لله يا حبيبتي على مهلك. وهاتي لي كمان حزمه ملوخيه. عينيا. هاتي. وعايزه فلفل رومي. ايوه. وعايزه غاليه بركه يا حبيبتي انك قمتي تفكي رجليكي شويه. ايه يا حبيبتي؟ عاوزه حاجه؟ بقول لك ايه، اي حاجه تطلبها غاليه تحطيها على حسابي. ها عايزه ايه يا نورين؟ هاتيه. دي جريتي ليه؟ ما بتعطيش صبر ونوره فينا الضحك. الضحك في سنة. غالية ما توديش نفسك في مصيبة يا غالية، ما توديش نفسك في مصيبة يا بنتي. الحقي يا ناس. طب ما تقولي لي. هي النقطة بإحساس. يا لهوي. ارمي رجلتي يا اوعي يا اختي كده. الا بالله. ليه عملت في نفسك كده بس يا غاليه؟ واد تروح تصرف ميه. والله حسام كانت عايزه تضرب لحسام. يا لهوي. اه يا ستي. حصل امتى الكلام يا جماعه ليه كده يا غاليه؟ لازم تعرفي كويس قوي ان اللي عملته غاليه ده مش هيعدي على خير، وده هيحرمها من الخروج حسن سير وسلوك. لا يا باشا لا، حرام، لا مؤاخذه يا باشا، بس والله غاليه ما تقصدش. يا حسين ده الجرح لسه معلم على رقبتك وتقولي غاليه ما تقصدش؟ دي كانت عايزه تذبحك. هي المذبوحه يا باشا. موت الضنا صعب وسكينه تلمه، وغاليه مذبوحه بسكينه تلمه، واللي عملته ده مش اكتر من حبه فرفره. يا باشا غاليه زي بنتي، وغلاوتها عندي ما تقلش ابدا عن غلاوه سعيد عندها. طب وحق؟ لو في حق بين الام وبنتها كانت السجون اتملت بيهم. يعني نلحق نلغي القرار قبل ما يطلع من مكتب ايمن بيه. يا ريت. بس قبل ما اتخذ اي اجراء لازم اسمع منك اولا كلمه انك مسامحه. مسامحاها يا باشا، والله مسامحاها. ايوه يا ابني، انا سعيد القطان. اديني مكتب ايمن بيه بسرعه. تعالي ادخلي، تعالي يا غاليه. ده حمام ودي ميتي، اعملي حسابك يكفوك لحد بكره. ربنا يصبرك على ما بلاكي، قلبي معاكي.